طيب جميل، ننتقل إلى الصحافة وفيها حجز المئات من حاويات البرتقال في الموالي. دفعت شعبة مستوردي الخضر والفاكهة بشكوى إلى البرلمان ضد وزارة الزراعة لإيقافها استيراد البرتقال وحجز أكثر من 300 حاوية برتقال في ميناء بورسودان وجمارك سوبا، مما سبب خسائر فادحة. ووصف رئيس شعبة مستوردي الخضر والفاكهة بالإنابة حسان الفكي قرار إيقاف استيراد البرتقال الذي أصدره الحجر الزراعي منتصف مايو الجاري بغير المبرر والمجحف، وقال إن في القرار ضررا كبيرا للمستوردين إضافة إلى إعاقة التبادل التجاري. طيب رحمن، من يتحمل هذه الخسائر نتاج هذا القرار، يعني عدم إبلاغ التجار بوجود هذا قرار مبكرا بوقت كافي حتى يتخذوا احتياطاتهم، من يتحمل هذه الخسائر؟ طبعا أختي جاني، أنا كانت لي تجربة في العام 87، كان المرحوم الراحل دكتور محمد يوسف أبو حريرة كان وزير للتجارة، ذهبت موفدا من صحيفة الأيام، كان حينها ميناء بورسودان قد تكدست فيه البضائع، ذهب أبو حريرة وكان في على رأس اللجنة المرحوم صلاح عبد السلام الخليفة، وكان كذلك عضوا في اللجنة محمد توفيق أحمد الراحل كان وزيرا للإعلام. عندما ذهبنا وبدأت اللجنة تفحص وتعمل، اكتشفت عجبا أن تقريبا غالب البضاعة التي تفد إلينا في ميناء بورسودان كانت كل شهادة المنشأ مزورة، وكان تقدير اللجنة باستثناء أبو حريرة أن يدفع التجارة تعويضا مقابل هذا التزوير، ثم بعد ذلك يتم الإفراج عن بضائعهم. أبو حريرة رفض هذا بشدة وقال أن كل البضائع ينبغي أن يتم مصادرتها أو يتم إرجاعها من حيث جاءت. ومن بورسودان نعى أبو حرير النظام الديمقراطي وقال أن حكومة تعمل على أن ترضي، طبعا كان يشير إلى أن التجار ينتمون للأحزاب الحاكمة، أن حكومة ترضي تجارها فإن هذه حكومة غير جديرة بالبقاء. كان القرار أن تم إعفاء أبو حل الحكومة كلها، وتم إعفاء أبو حريرة وتم تعيين الحكومة مجددا بكامل عضويتها عدا أبو حريرة. ماذا قصدت بهذه القصة؟ قصدت بهذه القصة أن هناك 400 حاوية الآن في ميناء بورسودان. هؤلاء يقولون أن هذه الحاويات أتت من جنوب أفريقيا وأتت من سوريا وأتت من لبنان، وأن هذا البرتقال ليس برتقالا مصريا. الآن أختي جاني في التجارة الدولية بات سهلا جدا أن يتم مثلا البرتقال المصري أن يتم ابتعاثه إلى سوريا أو إلى لبنان ثم يعاد تزوير شهادة المنشأ، ليصبح البرتقال المصري لبنانيا، وليصبح البرتقال المصري سوريا، وليصبح البرتقال المصري جنوب أفريقيا. أنا أعتقد أن هذا القرار قرار حكيم جدا بوقف دخول هذه السلع إلى السودان، لكن من المؤكد أن هؤلاء التجار قد وقع عليهم ضرر، لأن الحجر الزراعي كان قد سمح لهم بالاستيراد، ولأن الجمارك كان قد سمحت لهم بالاستيراد. الآن قرار الوقف قرار حكيم جدا واتخذه مجلس الوزراء، لكن ينبغي تعويض هؤلاء التجار لأنك ابتداء سمحت لهم. هل القرار من مجلس الوزراء أم من إدارة الوقاية للنباتات؟ مجلس الوزراء هو الذي أوقف هذه الشحنات. هل سيتم تعويض التجار أم أنهم سيتهمون بإدخال شحنات من دول غير يعني غير هي ليست دولة المنشأ أو ليست دولة المستوردة؟ يتم الفحص ابتداء، وإذا ثبت أن هناك تزوير في المنشأ من المؤكد أنه ستتم مصادرة البضائع وإتلافها، وإذا لم يثبت ذلك يتم تعويضهم لأنهم ابتداء تم التصديق لهم بالاستيراد. أنت تشير وكأن الجهات الحكومية تعلم منشأ هذه البضاعة، لهذا تم إيقافها. أختجاني قبل أيام كانت الجهات المصدرة المصرية تتحدث أنه برغم قرار الحظر السوداني بحظر السلع المصرية في الأسواق السودانية، لكن سلعنا توجد في الأسواق السودانية، فماذا يعني صحيح هذا؟ صحيح صدر مثل هذا التصريح، لكن ما هي البدائل؟ يعني إذا كانت الحكومة قد أوجدت مثل هذه القرارات، ما هي البدائل فيما يخص تطوير الناتج البستاني المحلي؟ صباحا كنت أدير نقاشا مع إخوة كانوا يتحدثون أن أسعار البرتقال المحلي قد ارتفعت ارتفاعا جنونيا، خاصة وأننا مقبلون على موسم رمضان. كنت أقول لهم مهما تبلغ تكلفة أسعار البرتقال المحلي فطالما أنه يحقق فائدة للمنتجين المحليين فعلينا أن نصبر على كل هذا، وعلينا أن نصبر على قرارات تحاول أن تحمي بلادنا من أن تغزوها السلع الفاسدة.
هل تتوقع سياسة تشجيعية للزراعة البستانية في مناطق متفرقة بارة مثلا بها بساتين كبيرة جدا؟ وطبعا بالأصل للأسف يوم أن أغرقنا أسواقنا بهكذا سلح حطمنا الإنتاج المحلي. أسواقنا واعدة وبساتيننا واعدة، فقط علينا أن نحمي المنتج الوطني. طيب جميل.